بوغتاس 12 فرانكوم 8 على البريكي 11 مهدي سعادة 30 يوسف المويبي 13 الخليل بانغورا و19 سفيان موسى وهذه كرة للترجي الرياضي ضربة جزاء ضربة جزاء للترجي الرياضي مع انطلاقة الفترة الثانية 46 دقيقة في المباراة الدقيقة الأولى وضربة جزاء يصفرها الدولي سليم برخواس أول كرة ثابتة تأتي بضربة جزاء للترجي الرياضي الخامسة هذا الموسم للترجي الرياضي والثانية اللي تتزفر ضد دفاع النجم الرياضي الساحلي وسليم بالخواس زوز ضربات جزاء في مقابلة اليوم خمسة ضربات جزاء في 11 مباراة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وهيثم الجويني لتنفيذ ضربة الجزاء للترجي الرياضي بداية الفترة الثانية ومعطى جديد آخر في اللقاء النجم بهدف يوسف المويبي في الدقيقة 27 تتغير المعطيات منذ الدقيقة الأولى بضربة جزاء للترجي الرياضي في نفس المنطقة بعد كرة حاتم البجاوي وحمد النكاز على الكرة الأخيرة وضربة الجزاء للترجي الرياضي هيثم الجويني مع أيمن المثلوثي الترجي يربع ضربات جزاء سابقة زوز ناجحة وزوز كانوا ضايعين ليانيك في الدربي وأحمد العكاشي في قفصة وهذه ضربة الجزاء الخامسة هيثم الجويني نفذ هدف التعادل هدف التعادل للترجي الرياضي 1-1 في توقيت 48 دقيقة لعب بنفس الكيفية نقطة الصفر في هذه المباراة نقطة التعادل فسخ وعاود من جديد بين الترجي الرياضي والنجم الرياضي الساحلي 48 دقيقة لعب البديل هيثم الجويني بنفس كيفية يوسف المويبي يعدل النتيجة هدف مقابل هدف هذه الإعادة والعرض البطيء سامي هلال مع يوسف المويبي